ياخد مداخلة مهمة جدا مع الأستاذ مصطفى الشامي، طبعا رئيس نادي بلدية المحلة. أستاذ مصطفى أهلا بيك. اهلا بحضرتك كابتن امير، وتحياتي للكابتن شريف وكابتن وائل. طبعا وحشنا كابتن وائل جدا. حبيبي يا حبيب مصطفى، ربنا يخليك. نورنا اهلا ومشرفنا طيبين. وأنت الله طيب. يخليك سنة يا سعيدة حبيبي. يا رب عليكم، ومبروك يا كابتن امير على النجاحات ربنا وحاجة يخليك يا رب. جميلة في وقت صغير. برنامج ربنا حقيقة حاجة محترمة جدا. ربنا يخليك يا رب. شرفني، ربنا شرفني يخليك، وشهادة بالنسبة لي. ربنا يخليك. خليني أسألك بشكل مباشر على طول عن ملف المدير الفني الجديد لبلدية المحلة بعد قرار الكابتن أحمد عبد الرؤوف بالاستقالة. وهي في الحقيقة أو في الحقيقة كان قرار يعني مفاجئ. هل في نوع من أنواع المفاوضات لإقناع الكابتن أحمد عبد الرؤوف بداية إنه يستمر، ولا القصة انتهت خلاص؟ لا، هو الكابتن أحمد مستمر معانا إن شاء الله بإذن خلاص الله. فعلا؟ طب كويس. إيه بقى اللي حصل في الكواليس؟ والله يعني مفيش حاجة حصلت. هو يعني كان مفيش استقالة يعني، لكن هو كان عنده شوية تحفظات على بعض اللعيبة الموجودة والروح اللي موجودة، فيعني كانت، لكن ما حصلش استقالة يعني ولا أي حاجة. وإحنا متمسكين بيه، وهو متمسك بالتجربة وبوجوده معانا، وإن شاء الله نقدر نعمل حاجة كويسة السنة دي إن شاء الله. بالظبط، لان في الحقيقه خلي بالك برضه استاذ مصطفى، انت اكيد عارف يعني وفاهم بشكل كبير جدا ان طبيعي الراجل ابتدى موسم ممتاز مع بلدية المحله، نتائج ايجابيه، فريق لسه صاعد حديثا للدوري الممتاز تقريبا من 15 سنه ما طلعش. دي حاجه تحسب لكم حتى كاداره، فمش الطبيعي ان اي فريق حتى ايا كان مين هو، اهلي او زمالك حتى، مش هكسبه كل الماتشات. لكن لما يكون فريق واعد زي ده بمدرب واعد زي ده، طبيعي ممكن يبقى في بعض التعثرات، لكن ده ما يحكمش على التجربه بالفشل، بل بالعكس التجربه حتى هذه اللحظه ناجحه. عشان كده الناس استغربت شويه من فكره الاستقاله اللي كان بيفكر فيها الكابتن احمد عبد الرؤوف. بص، انا يعني انا حتى بعد المباريات الاولى اللي عملناها وكان في نتائج كويسه، كانت الناس بتتكلم يعني انت شايف ازاي النتائج، فبقول ان النتائج دي مش معبره عن الموسم ولا معبره عن اللي احنا هنكمل بيه. احنا هدفنا واضح جدا، عندنا هدفين. عندنا هدف الاول اللي يخص الترتيب في الدوري، احنا هدفنا هو البقاء في الدوري الممتاز السنه دي، ما عندناش اي اهداف تانية. هدفنا التاني ان احنا التجربه اللي هي معموله بالجهاز الفني اللي موجود واللعيبه اللي موجوده والاعمار السنيه اللي موجوده انها تنجح. فدول الهدفين اللي احنا شغالين عليهم كمان اداره ومترجتينهم للسنه دي يعني. فبالظبط زي ما حضرتك بتقول، ما حدش هيكسب الماتشات كلها، والدوري كمان صعب جدا. واحنا عندنا تجربه يعني، احنا مش برضو الهدف مش ان احنا نكسب، احنا الهدف ان احنا ان شاء الله باذن الله التجربه دي تنجح. فكلنا بقى مجموعه عمل بنشتغل ازاي ان احنا تنجح، فان شاء الله هتنجح باذن الله. ان شاء الله. النجاح بالنسبه لكم بيعني ايه؟ هل الوصول لمراكز مراكز متقدمه؟ هل وسط جدول؟ هل البقاء في بطوله الدوري الممتاز هذا الموسم؟ البقاء في الدوري الممتاز ده بالنسبه لكم كخطوه طبعا اوليه في موسم طبعا جديد بالنسبه لكم يعني طبعا بعد فتره غياب. طيب بالظبط. بالتالي عايز اسالك عن استراتيجيه الفريق خلال شهر يناير، او افكار المدير الفني بالتنسيق مع الاداره فيما يتعلق بالتدعيمات. هل في تدعيمات قريبه؟ هيبقى في ان شاء الله تدعيمات. احنا هنقعد خلال اليومين اللي جايين دول قبل ان شاء الله باذن الله مباراه كاس الرابطه، واتفقنا يعني على الملامح الاساسيه، ويكون في حدود ان شاء الله الاربع مراكز او اربع لاعبين هيتم التدعيم بيهم في يناير، ويكونوا اضافه، بس اهم حاجه ان شاء الله. طيب، من ابرز اللاعبين في صفوف البلديه اللاعب اكيم النجيري اللي هو مقيد تحت السن كلاعب اجنبي. فوق السن هو كام سنة يا أستاذ مصطفى؟ هو 2002. 2002 يعني فوق السن. أوكي. هل اللاعب وصل له عروض من بعض الأندية؟ لأن في تقارير كتيرة جدا كانت بتتكلم عن اهتمام أهلي، زمالك، بعض الأندية في الدوري المصري. بص أنا أستاذ عراك، أنا مش هقول أسماء، بس هو في عروض من أندية في مصر، أكتر من ناديين وثلاثة موجودين جوه مصر، وفي أندية من بره مصر، لكن إحنا لسه يعني بندرس العروض دي كلها من حيث الارقام اللي هتبقى مناسبه لينا. لو ما وصلناش ليها احنا ولا احنا ولا اللاعب عندنا اي مشكله خالص ان هو يكمل معانا الموسم ده كمان يعني ان شاء الله. لكن في نفس الوقت عندكم قابليه لرحيل اللاعب في شهر يناير لو وصلنا الارقام اللي احنا عايزين نوصل اللي هي كام يا فندم؟ اللي هي بقى يعني في المفاوضات. لا يعني قول لي مثلا رقم كذا مثلا، مش هنقل عن كذا. لا 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 يعني دي بقى انا يعني خليها في المفاوضات احسن. طيب، بعيد عن الاهلي والزمالك العروض؟
العروض الرسميه بعيده عن الاهلي والزمالك. الرسميه بعيده عن الاهلي والزمالك، لكن انديه في الدوري المصري. طب على المستوى الودي ممكن يكون حصل تواصل من الاهلي او الزمالك، مظبوط كده؟ لا يعني على مستوى الاتصالات وجس النبض وكده، لكن تواصل رسمي ما حصلش تواصل رسمي. طب بس خليني اقول لحضرتك ملحوظه، لان هنا في لغط كبير، بس طبعا اكيد كلام حضرتك هو اللي صح. يعني المواقع وناس كتير بتتكلم على ان اللاعب اصلا مواليد 2004. لا مواقع نيجيريا تحديدا، منتخب نيجيريا 2002. يعني هو ما تمام، يعني الامر محسوم يعني. محسوم تماما يعني، باسبور 2002، باسبور واحد مش باسبورين يعني. انا طبعا حصل كلام كتير. بالظبط، عشان كده بسالك. لا 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 لا، هو لعب يعني، لعب كمان في منتخب بلده، فما فيهاش لعب يعني. اكيد تمام، دي جزئيه مهمه. طيب يعني انا فرحت ان اللاعب هيستمر، بالمناسبه ان هو عنصر مهم جدا لحد دلوقتي لو استمر، يعني بخلاف ان الكابتن احمد عبد الرؤوف يستمر، وده مكسب كبير قوي 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 بالنسبه لبلدية المحله. فان شاء الله نتمنى لكم الاستقرار دايما على الصعيد الفني، بخلاف طبعا الصعيد الاداري، ده امر طبيعي. احنا نفسنا بلدية المحله يبقى في احسن حال باذن الله تعالى بجماهيره وبكل ادائه. احنا والله يعني بنجتهد بشكل كبير جدا، ويعني عندنا رؤيه للنادي ان شاء الله في الكام سنه اللي جايه نقدر نوصل لها، ورب نقدر نحافظ عليها السنه دي ونبني على اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله موفقين دايما يا استاذ مصطفى. انا بشكرك شكرا جزيلا، التوفيق. انا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا.